جيش جديد ليمن جديد وعهد جديد، عنوانه الأعراض، الانتماء لليمن بعيدا عن مفاهيم الانتماء المناطقي والعائلي. مطلع الأسبوع الجاري، أقرت قيادة الجيش الوطني في اجتماع لها بمأرب رؤية موحدة لإعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويرها وبنائها مهنيا. الوقت اليوم بات مهيئا للبدء بالعملية التي تأخرت طويلا وكان مطلبا رئيسيا لثورة فبراير وما أعقبها من مراحل، وكان أحد أهم مخرجات مؤتمر الحوار وقبل ذلك اتفاق التسوية السياسية التي قامت على المبادرة الخليجية. بناء جيش وطني قوي كان ثاني أهداف ثورة 26 سبتمبر، وهو الهدف الذي مر عليه أكثر من 50 عاما، كشف عن مدى تسخير الجيش لخدمة الاستبداد وتحوله لإحدى أدوات القهر والقمع. الظروف التي تمر بها البلاد مواتية لإعلان تشكيل جيش على أسس وطنية بدلا من الجيش الذي كان ولاؤه للميليشيا وللرئيس المخلوع الذي حول الجيش إلى ميليشيا مجهزة بمعدات دولة. المؤسسة العسكرية بحاجة لحركة تصحيح وطنية واسعة، وهي هذه المرة تقوم من داخل المؤسسة العسكرية ذاتها، ويتولاها عدد من أبرز القيادات العسكرية التي فضلت الانحياز للشعب ولمفاهيم الشرف العسكري الذي أهنته الميليشيا حين التهمت الدولة وحولت الجيش لأحد أذرعها وأدواتها. اللامركزية في عمل الجيش واندماج المقاومة الوطنية من مختلف المناطق اليمنية من شأنه إعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل متوازن ومتساو بعيدا عن الانتماء المناطقي أو الجهوي. الكرة الآن في ملعب الرئيس هادي الذي يدرس الرؤية وعليه تحويلها لواقع عملي عبر الإسراع في التجهيز للوحدات العسكرية وإعادة ترتيبها وفق خطة واضحة ومحددة وإمداد الجبهات التي يخوض فيها الجيش معاركه في مواجهة الميليشيا بالسلاح والعتاد حتى يتم إنهاء الانقلاب وإسدال آخر فصوله.